تشورا إنها أم المفاجآت وأكبر ليلة في تاريخ مونزا. حدثت الفاجعة الكبرى في اليوفنتوس، ويتقدم مونزا في أكبر تقدم في تاريخه على حساب اليوفنتوس. هذه اللقطة التي تشاهدونها على الهواء مباشرة هي أكثر لقطة تاريخية لمونزا منذ أن أسس هذا النادي. تأتي هذه اللقطة ليسجل الدنماركي كريستيان جيتكير هدف تاريخي لمصلحة مونزا على حساب اليوفنتوس. يا لها من ليلة، يا لها من لحظة، يا لها من قلوب قد تتوقف.